يا ماسيو، اهلا بيك. ومعانا مينا. ماثيو من امريكا، لوس انجلوس تحديدا، ومينا من روما في ايطاليا. قول يا ماثيو، انتوا لما جيتوا السنه اللي فاتت عملتوا، كان في فعاليات وكان في ايام مختلفه. كلمني عن السنه اللي فاتت وقول لي ايه اللي تم فيها، وبعد كده نتكلم بقى على السنه دي. So, السنه اللي فاتت كان الفوكس اللغات بتاع الهوب. احنا بنعمل، كان عندنا lectures و sermons وحاجات زي كده. تمام. كل على لغات الحب. تمام. علشان بابا لغات الحب بالضبط. تمام. بابا كان بيقول لنا على الimportance يعني بتاع الحب في الخدمة. تمام. ازاي نطبق الحب في مجال الخدمة من آيات الإنجيل طبعا، من الكتاب المقدس. بالضبط. So ده كان السنة اللي فاتت. تمام. والسنة دي كان ناخد، احنا اللي علمنا في السنة اللي فاتت العملية بقى. بالضبط. نبتدي نطبق اللي احنا سمعناه السنة اللي فاتت في محاضرات وفي ندوات وفي لقاءات، نطبقه بقى عملية. بالظبط. طيب مين اروح معاك وتقول لي بقى تكمله لكلام ماثيو، السنه فاتت اتكلمتوا عن الحب، السنه دي بقى احنا بنتكلم على التطبيق العملي للحب. ساعات احنا عندنا هنا في مصر ساعات نقول ايه، بنتكلم في شعارات كتير قوي، لكن الواقع الملموس هو اللي بيبين احنا متاثرين بالكلام ده ولا بنسمع من هنا وبيطلع من هنا. عملنا ايه السنه دي بقى عشان ننفذ الكلام اللي احنا عشناه السنه اللي فاتت؟ هو اول حاجه احنا بدانا برضو السنه اللي فاتت عملنا خدمه اللي هي خدمه الكرنفال، فاحنا أخذنا شوية من الخدمة يعني واللي اتعلمناه السنة اللي فاتت. تمام. والسنة دي يعني هي كانت حاجة مختلفة خالص، يعني الخدمة اللي عندنا هنا في مصر مش عندنا مثلا هناك، يعني احنا السنة دي قدرنا نشوف فعليا والناس هنا بجد بسيطة. فاحنا دخلنا مثلا، انا اول يوم عملنا الفيليج اللي هو اول حاجة بدأنا بكرنفال مع الولاد. انتوا خدمتوا سنة كام يا مين؟ يعني في الكرنفال كان من حوالي 6 سنين لحوالي 11 سنة، يعني يقدر يقول من بداية المدرسة أو قبل المدرسة لحد إعدادي أو فترة ابتدائي تقريبا. بالظبط. وبعدين بعد الظهر بدأنا وكل اتقسمنا على جروبات، وكل جروب راح زار عائلتين من عائلات المخدومين، الولاد أو البنات. بالظبط. بس هو كانوا ما كانوش بتوع الكرنفال، كانوا ولاد تانية. ولاد تانية. ولاد تانية كانوا ولاد بسيطة. فالخدمة بجد أنت لما بتخش ليها طعم تاني خالص. ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف ايه الطعم التاني اللي انت ما حسيتهوش في ايطاليا وجيت حسيته هنا. يعني هنا بجد الناس بتحمد ربنا على اي حاجه، راضيه ساتسفايد. اكزاكتلي. فدي حاجه بجد احنا اقول الصراحه مش عندنا هناك. يعني الناس هناك عايزه اكتر، انما الناس دي بجد بسيطه. يعني حتى لو عندهم حاجات صغيره بيشكر على طول ربنا. شكرا ربنا عليك. طب انا هقف عند كلمتك دي يا مينا واروح لماثيو. ساتسفايد، ساتسفاكشن، من الرضا. هل انت شايف ان احنا كخدام بنخدم في الكنيسه ما بين الطموح، طموحنا ان احنا نبقى راضيين باللي احنا فيه، وما بين الطمع، احنا نقدر ازاي نوازن من ده في ضوء اللي انتوا عشتوه ده؟ يعني الفرق من الطموح والطمع، الناس في امريكا نفس الحكايه في نفس ايطاليا، نفس الثقافه والكالتشر بتاع الناس. يعني ممكن يشتغلوا ويشتغلوا ويجيب فلوس كتير ويجيب بيت كبير وكل حاجه، بس لسه ما فيش حاجه يعني هيساتسفاي ذم. عايزين بالضبط. عايزين تاني وتاني وتاني واكتر واكتر. بس احنا بنشوف هنا الناس بيعملوا بس enough to يعني هو شاكر ربنا. بالضبط. بيشكر ربنا. بعدين بيشكر ربنا وخلاص، ده enough.